تنطلق غدا الجمعة فعالية هذه هي البحرين في البحرين، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في استاد البحرين الوطني. وحول هذه الفعالية يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيدة فوزية زينل، عضو اللجنة التنظيمية لفعالية هذه هي البحرين. مساء الخير سيدة فوزية. النور والسرور عليكم جميعا. سيدة فوزية، دائما ما كان الهدف من فعالية هذه البحرين هو نقل رسالة سلام من البحرين إلى الخارج وتوضيح الصورة الحقيقية للبحرين. الآن وحين تعقد في البحرين، ما هو الهدف من عقد هذه الفعالية؟ اسمحي لي أختي مريم، يعني بداية أن أتقدم باسمي وباسم الفريق عمل هذه هي البحرين بأسمى وأجمل التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الله يحفظه ويرعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وإلى سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك، وإلى الشعب البحريني الأبي اللي دائما وابدا ما ممكن ان تمر هذه المناسبه الجميله الا والجميع يعني يحتفل بهذا اليوم الجميل ويشارك معا. الهدف حبيبتي مثل ما سالتيني هو استمراريه للرساله اللي تحملها اتحاد جاليات الاجنبيه على عاتقها، وهو نقل صورة وصوت البحرين كما هما لامسوه، كما هما عايشوه في أرض المحبة والتعايش والأمن والسلام اللي هما حسوه ولامسوه في واقع معيشتهم في البحرين بكل صدق وشفافية إلى العالم أجمع، ليقول هذه هي البحرين التي نريد، بحرين المحبة والتسامح والتعايش والسلام. نعم، ومثل تفضلي تفضلي. نعم. سيدة فوزية، ومثل ما تفضلتي وقلتي، ويعني وبما ان نحن نعيش اجمل الايام وهي احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك، اتخذنا من ارض السلام محطة صادفة لهذه الفعالية لكي ننطلق غدا طبعا في الاستاذ مدينة عيسى، الاستاذ الوطني مدينة عيسى من الساعة 3 للساعة 11 من اجل جمع البحريني والمقيمين للاحتفاء بتماسك العائلة الواحدة في ظل القيادة الحكيمة. نعم سيدة فوزية، لو تحدثينا قليلا عن الأنشطة التي ستضمها هذه الفعالية. يا ريت كان وقتكم يسمح، لأن هناك الكثير من البرامج والأنشطة الكثيرة حقيقة لهذا اليوم، لكن راح أذكر بعضها على سبيل المثال للحصر، اللي هي العروض الحية لتمثيل الثقافات المختلفة للجاليات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والسفارات الخليجية والعربية والأجنبية. أيضا هناك سوق بحريني شعبي من خلال طبعا الأسر المنتجة إن شاء الله، في مدينة ألعاب متكاملة جميلة جدا، أتمنى على كل المقيمين والبحرينيين يجون هم وعيالهم، لأن بالفعل راح يستمتعون بما هو متوفر من ألعاب للأطفال. في أيضا حبيبتي عروض لطالبات في المدارس وزارة التربية والمدارس الأجنبية للجاليات، في ألعاب أو عروض ليزر، مأكولات، مشروبات، جوائز نقدية، جوائز عينية، كلها مجانية. كل المطلوب منهم إنهم يجون ويشاركونا في هالاحتفالية الجميلة، لأن يعني وجودهم بيكون دعم ومساندة لهالفعالية. إذا تسمحين لحبيبتي بعد أن أتقدم بالشكر الجزيل للشركات الداعمة والمساندة لهذه الفعالية، وكذلك للفريق المتطوع اللي حقيقة يعمل حاليا ونحن نتحدث كخلية نحل وراء الكواليس لإظهار هذه الفعالية بالمستوى الذي يليق بالمناسبة السعيدة على قلوبنا جميعا. نعم السيدة فوزية، كل التوفيق لكم في هذه الفعالية. السيدة فوزية زينل، عضو اللجنة التنظيمية لفعالية هذه هي البحرين، شكرا جزيلا لك.